بنصبح على كل مشاهدينا لقاء متجدد على شاشة القناة الثانية في التلفزيون المصري وبرنامجكم بنصبح عليك. بنقابل حضراتكم النهاردة يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 على مدى ساعة على الهواء إن شاء الله. هنسعد بهذا اللقاء بإذن الله مع خالص تمنياتنا لحضراتكم أينما كنتم، أينما يصل إرسالنا لكل مشاهدينا حول العالم بيوم سعيد إن شاء الله، كله هنا وسعادة وصحة ورزق وفير إن شاء الله. النهاردة ومن خلال يومنا هيكون عندنا عدد من الفقرات واللقاءات هنقولها لحضراتكم، لكن طبعا لازم نشير إلى أن امبارح كمان كان يوم حافل جدا، وشفنا يعني مصر الكبيرة مصر العظيمة بتفرض نفسها على العالم كله من خلال مشروعاتها، من خلال الإنجاز، العمل، مش الكلام الفاضي ولا محاولة الهدم أو تصيد الأخطاء اللي الإعلام المعادي الحقيقة يعني كان امبارح عنده حالة هستيرية من الهجوم على الدولة المصرية وإنجازاتها طبعا. بس الحقيقة دايما احنا بنقول إن شعبنا شعب ذكي وفطن، ومجرد ما حضرتك كده ماسك الريموت وبتقلب هتجيب صورة شاشات الهيئة الوطنية للإعلام امبارح والإعلام الموجه المعادي ضد الدولة المصرية. هتكتشف الفرق، هتكتشف ليه على مدى 8 سنين هذه الدولة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل شعبها العظيم وقيادتها بتتقدم خطوات وخطوات وقفزات للأمام، وليه التانيين يعني عندهم حالة من الاندهاش ويعني هقول ايه، مش مصدقين اللي بيحدث. ناس قاعدة على المصطبة بتقول كلام فارغ 99.9 منه غلط، وإنجاز على الهوا. شفنا امبارح إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 من قاعدة كيب كينيفرل في ولاية فلوريدا الأمريكية. وطبعا امبارح كمان شفنا من أول اليوم، ده طبعا شيء كلنا تابعناه، 8 سنين على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، يعني نفس اليوم 8 يونيو لكن 2014، ف8 سنوات شفناها ازاي الحمد لله بلدنا ثابته وبتتقدم وفي انجازات على كافه الاصعده. ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ شعبنا العظيم، ونقدر على طول ان احنا نحقق انجازات يوم ورا يوم، ساعه ورا ساعه، ونكون دايما ان شاء الله في المقدمه. حبيت بس ان انا اشير لليوم امبارح وزخمه، الحقيقه كان يوم شديد الاهميه امبارح. وفي نفس الوقت يعني لازم اقول لكم برضو النهارده هيكون معانا مين وهنتكلم في ايه. النهارده هيكون معانا الاستاذ حسام محمود امين عام مبادره سفراء المناخ في لقائنا الاول، واحنا شايفين التغيرات المناخيه صعبه ازاي، و موجة شديدة الحرارة اليومين دول، وبيقولوا يعني درجات الحرارة مرشحة للزيادة. خبراء الأرصاد الجوية يعني بتوقعاتهم كده في الأيام القليلة القادمة. الكلام ده كله بيندرج تحت يعني مظلة التغيرات المناخية اللي العالم كله بيشوفها. احنا طبعا يعني بنستعد لحدث مهم كبير كمان إن شاء الله أواخر هذا العام، كوب 27، وده مؤتمر التغيرات المناخية العالمي اللي هيعقد على أرض مصر إن شاء الله. فهنتكلم في مسألة مستقبل كمان التغيرات المناخية ومواجهة تداعياتها سواء في بلدنا مصر أو في العالم. الحكاية دي مسألة شديدة الارتباط بين دول العالم. لقاءنا التالي هيكون مع دكتور رشا كامل، دكتوراه في الإعلام الرقمي في جامعة المنصورة. دكتور رشا متخصصة في الإعلام الرقمي وتحديداً وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان هي ليها اهتماماتها بشؤون المرأة. فهنشوف يعني ازاي هي بترى تقليل السلبيات دي اللي بتجيلنا من خلال الإعلام الجديد أو وسائل التواصل الاجتماعي. ده يعني مضمون الفقرات اللي هتكون معانا النهاردة. طبعا بيكون عندنا الأخبار، هنتناول معاكم أهم العناوين في صحافتنا المصرية الصادرة صباح اليوم، كمان النشاط والرياضة حالا دلوقتي هنطلع ليهم، وهنرجع نستقبل ضيوفنا ونبدأ فقراتنا وبنصبح عليك. هنستعرض معاكم أهم العناوين في صحافتنا المصرية الصادرة صباح اليوم. معظم العناوين في صحافتنا المصرية النهاردة بتتكلم عن اليوم امبارح وتغطية كمان الحقيقة وسائل الإعلام المصرية، سواء الإعلام الرسمي أو الوطني أو كمان الإعلام الخاص، لمناسبة غالية جدا في ذاكرة كل المصريين مرور 8 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبنشوف معاكم كمان النهاردة الصحافة بتتناول هذا الموضوع إزاي. من اليوم السابع 8 سنوات في عهد الرئيس السيسي، بشاير الخير لتطوير العشوائيات في عروس البحر المتوسط. المشروع تضمن إنشاء 3 مدن حضرية جديدة في الإسكندرية ومدينة الأثاث، ومحطة متعددة الأغراض في الميناء، ونقطة انطلاقة دمياط للعالمية. وأيضا هذا العنوان 8 سنوات في عهد الرئيس السيسي، محافظات مصر شكل تاني، مشروعات قومية وتنموية أعادت الأمجاد، الجمهورية الجديدة بروح حياة كريمة، مسيرة الإنجازات بدأت في 2014، وقناة السويس الجديدة غيرت خريطة محافظات القناة. أما من موقع أخبار مصر فرئيس الوزراء توطين صناعة الدواء أولوية قصوى للدولة المصرية، مدبولي توجيهات من الرئيس السيسي أن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام وصديقة للبيئة. من أخبار اليوم وزير الزراعة توريد 3,740,000 طن قمح حتى الآن. ما زلنا مع حضراتكم وأخبار وزارة الزراعة، لكن هذه المرة من الوفد. ووزير الزراعة 22 موقعا جديدا في البحر الأحمر للاستزراع السمكي. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لهذا التقرير هنتابع من خلاله نشاطات وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة خلال الأيام القليلة السابقة. نشاط كبير الحقيقة بنتابعه من خلال التقارير. وزارة الداخلية دايما الحقيقة بتكون حريصة على توصيلها لكل أبناء الشعب المصري. النهاردة هنشوف معاكم زيارة وفد لحقوق الإنسان لأحد مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وإعادة تأهيل الناس المحكوم عليهم بأحكام. من خلال هذا التقرير هنشوف يعني هؤلاء المواطنين إزاي بيعيشوا داخل هذه الأماكن، وهنرجع لحضراتكم مرة أخرى. حقيقة الفكر والنظرة اللي بتحكم إنشاء هذه المؤسسات بتعبر عن إدراك ووعي بحقوق الإنسان لهؤلاء الذين ارتكبوا ما وضعهم في نزاع مع القانون. ودلوقتي هو تطبيق عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء العيادات اللي موجودة، سواء الغرف الخاصة بالرعاية المركزة. مهم جدا يعني الصحة، أنا بهتم بصحة النزيل، ودي حاجة كمان بهرتني الحقيقة، إنه في كل وسائل العلاجية، فده شيء كويس جدا. ده مكان مناسب لكل شخص إن هو بيقضي فترة العقوبة بتاعته وبيخرج من بعد قضاء مدة العقوبة بعد تأهيله التأهيل المناسب. دي من أحد المقومات الفلسفة العقوبية الجديدة، هو إنشاء مراكز للتأهيل وفكرة تغيير كلمة السجن، كلمة اللي كانت دارجة في الماضي. ورش للنجارة وللمشغولات اليدوية، للكهرباء، لخلافه. وبصراحة يعني أنا عايزة أوريكم قد إيه كانت المشغولات اليدوية اللي بيعملوها حقيقي مبهرة. الجميل كمان إن هم من حقهم إن هم ياخدوا مقابل ليها، المقابل ده يحتفظوا بيه لنفسهم أو يدوه لعائلاتهم، ودي حاجة جميلة جدا. هذا المكان أنا متأكد أنه يحافظ على آدمية وكرامة النزيل منذ لحظة وصوله إلى قضاء عقوبته. تأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تعد تجربة نوعية وإنسانية فريدة في منظومة الإصلاح والتأهيل في مصر، تتماشى مع المعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وهنستكمل معاكم أهم عناوين الصحافة المصرية النهاردة. وهنرجع لليوم السابع وهذا العنوان الجمهورية الجديدة التخطيط نظم الري الحديثة زادت الرقعة الزراعية في مصر ل 9.7 مليون فدان، وخطة 2023 تستهدف زيادتها 500 فدان بمستقبل مصر والدلتا الجديدة وتشكى والعوينات، وزيادة المساحات المحصولية ل 19 مليون فدان. من المصري اليوم القومي للمرأة مشيدا بتعيين 38 عضوة بهيئة قضايا الدولة، مكتسب جديد للمرأة المصرية. من أخبار مصر، فتح التقدم للحاصلين على الإعدادية للالتحاق بمدارس المجمعات التكنولوجية. من الوطن، الصحة لا توجد أي حالات إصابة بجدر القرود في مصر حتى الآن. من أخبار مصر، تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية شرط السفر لحج القرعة هذا العام. من الشروق، قطع المياه الجمعة عن عين شمس وعدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات للصيانة. طبعا يعني ده خبر مهم لقطاع كبير من الناس، في خصوصا عين شمس الشرقية و يعني مناطق في شرق القاهرة. المية هتتقطع 6 ساعات بكرة إن شاء الله. مصر تدخل عصر جديد لتكنولوجيا إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301، أول إشارة من القمر الجديد بعد 38 دقيقة من إطلاقه في فلوريدا. القمر الصناعي الجديد يمنع التشويش على القنوات الفضائية المصرية، ويحافظ على مناطق التغطية السابقة في إفريقيا والشرق الأوسط، ويغطي وادي النيل وجنوب القارة. القمر الجديد يستطيع إطلاق بث إذاعي وتلفزيوني نقي جدا، ويوفر تغطية كبيرة للإنترنت لمسافات طويلة، ويرصد مسافات أكثر من الأقمار الصناعية القديمة. متبقي لنا خبر رياضي وأحوال الأرصاد. محمد صلاح يخطف جائزة أفضل لاعب في ليفربول موسم 21-22، وده طبعا تم بتصويت جماهيري، وأعلنوا نادي ليفربول على موقعه الرسمي والحساب على تويتر عن فوز مو صلاح بجائزة لاعب الموسم. أخيرا أحوال الطقس ودرجات الحرارة. طقس الخميس شديد الحرارة في كافة الأنحاء، درجات الحرارة العظمى والصغرى القاهرة الكبرى 38، العظمى والصغرى 24، اسكندرية 32 23، مطروح 30 22، سوهاج 41 24، قنا 42 25، واخيرا اسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجه. باستعراضنا لاحوال الطقس ودرجات الحراره بنكون وصلنا لختام هذه الجوله الصباحيه في صحافتنا. اهلا بحضراتكم. اول لقاءاتنا النهارده كنا نوهنا في البدايه ان احنا هنتكلم عن التغيرات المناخيه، وإزاي إن الدولة المصرية كلها مهتمة بهذا الموضوع. طبعا على رأسها رئيس الدولة نفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا الجهات المعنية والحكومة المصرية ووزارة البيئة، لكن كمان المجتمع المدني شريك رئيسي في أي إنجاز بيتم على أرض الدولة المصرية، خاصة إن احنا في انتظار انعقاد مؤتمر دولي ضخم وكبير على أرض مصر، المؤتمر العالمي لتغير المناخ. وكمان المهم كان قبل كده دايما لما كانت الحكومات أو العالم كله أو الأمم المتحدة حتى تتكلم عن هذا الموضوع، البيئة أو التغيرات المناخية أو الاحتباس الحراري، الكلام اللي يعني كلنا سمعناه وعارفينه، كان دايما المواطن العادي يقول لك أنا بعيد عن الموضوع ده، الحكاية دي ملهاش علاقة بحياتي اليومية، بلقمة العيش، بشغلي، بالكلام ده كله. لكن اكتشفنا مع مرور السنوات ان هذا التغير المناخي والاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة والكلام ده كله، التغيرات المناخية بصفة عامة وثيقة الصلة الحقيقة بحياتنا بشكل كبير. نتكلم في هذا الموضوع بشيء من التفصيل مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا الأستاذ حسام محمود، أمين عام مبادرة سفراء المناخ. منورنا يا فندم. أهلا بحضرتك، صباح الفل. شكرا جزيلا لوجودك معانا. ومن المدخل ربما اللي أشرت إليه إن يعني إحنا دايما بنحاول حتى يعني كل موضوعاتنا في التلفزيون تبقى مرتبطة بالمواطن. مظبوط. فمسألة إن لما كان نتكلم عن التغيرات المناخيه او البيئه والكلام ده، كنت تلاقي المواطن العادي يقول لك انا مالي، يعني صحيح. الموضوع ما يخصنيش. صحيح. كلمنا في التغير، تغير ثقافه البيئه عند رجل الشارع العادي. طيب في البدايه بشكر حضرتك على الاستضافه، وخليني اقول لك انه القضيه تحولت من قضيه دوليه الى قضيه وطنيه وصولا الى قضيه فرديه. النهارده اصبح التغيرات المناخيه مؤثره بشكل مباشر على حياه الافراد، على لقمه عيشهم، على الغذاء، على الحياه بشكل عام، على وسائل المواصلات اللي بيستخدموها، على صحه الانسان. فالنهارده اصبح يعني من الضروري انه يكون في تثقيف بهذه القضيه عند المواطن على اساس ان هو يكون جزء من الحل في هذه القضيه، لانه الفعل النهارده ليس فقط على المستوى الدولي او على مستوى الحكومات، ايضا الافراد لهم دور، لهم دور في ان هم يكونوا جزء من ان هم يدخلوا في يعني يراعوا البعد البيئي في مشروعاتهم او حتى في حياتهم اليوميه واستخدامهم لوسائل المواصلات. يعني حتى ببساطه عشان ندي مثال يكون بديل عند المواطن ان هو يستخدم وسائل المواصلات بتعمل بالطاقه الكهربائيه عن وسائل المواصلات العاديه، او يستخدم مثلا وسائل المواصلات. الناس ابتدت تعمل بالغاز خلاص، يعني بقى يعني ناس كتير جدا بتتجه لموضوع الغاز، والنهارده شركات السيارات الكبرى على مستوى العالم انتاجها الجديد كله عربيات كهربائيه. مظبوط. فلازم يكون المواطن عندنا متفهم لماذا هذا التوجه، يعني يكون فاهم ان ده مش شكل استثماري او شكل اقتصادي قد ما هو بعد بيئي مهم جدا في حياته. استخدام الدراجات مثلا، انه يكون في شكل من اشكال مراعاه البعد البيئي حتى في المشروعات الصغيره اللي بيشتغل فيها، ان الانسان يحافظ على المساحه الخضراء في حياته، انه لما لا انه يكون عندنا زراعه اسطح في المنازل، او ان احنا نحافظ على الاشجار اللي موجوده امام المنازل. ده جانب مهم جدا الحقيقه لم يكن مراعى بشكل حقيقي يعني في السابق، واصبح ضروره ملحه انه ده يكون نهج حياه المواطنين عندنا. طيب من اهتمام المؤسسات الدوليه على راسها الامم المتحده، نعم، ثم حكومات الدول والوزارات المعنيه بشؤون البيئه في الدول، نعم، لاهتمام منظمات المجتمع المدني، نعم، ودور منظمات المجتمع المدني في مساله البيئه بصفه عامه والتغيرات المناخيه بصفه خاصه. المجتمع المدني شريك اساسي في التنميه، وهذه الشراكه لابد ان هي توضح في يعني في التوجه اللي بتكون فيه كل دوله بتتحرك في ملف معين. يمكن النهارده العالم اجمع يعني اتفق على قضيه المناخ وعلى انه يكون هناك تكيف وتخفيف من اثار هذه التغيرات. فالنهارده المجتمع المدني في العالم كله اصبح يعني ليه دور اساسي في هذه القضيه، على الاقل من اول انه بيحاول يصنع توعيه للمواطنين. يمكن احنا النهارده في مصر عندنا النهج ده، ايضا في منظمات مجتمع مدني بتدعم رواد الاعمال اللي بيعملوا في المشروعات الخضراء. عندنا كمان جانب من منظمات المجتمع المدني في دول العالم بتقدم تمويلات في هذا الاتجاه. فطبعا في عندك اصبح شكل من الشراكه من اجل تحقيق التنميه، لانه برضو البعد الخاص بالمناخ والهدف 13 في التنميه المستدامه جزء من اهداف في التنميه المستدامه اللي العالم مطالب ان هو يحققها. فطبعا فرصه المجتمع المدني مهمه، وفي مصر النهارده يمكن 2022 احنا بنقول انه عام المجتمع المدني، فطبعا الفرصه سانحه جدا ليه اننا نشارك. وطبعا في مصر هنا يمكن يعني لو تسمح لي اشير الى ان احنا النهارده وصلنا من اول ما لدينا مؤسسه وعملنا من خلالها مبادره المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، اللي هي النهارده بتخرج دفعتين من سفراء المناخ اللي هم معنيين بالقضيه، وصولا الى اننا عملنا اتحاد نوعي للمناخ. هذا الاتحاد يعني ما فيش بيكون الاتحاد النوعي للمناخ انشئ ولا في طريقه؟ انشئ، لا انشئ طبعا والا ما كنتش اشرت اليه. انشئ من الناحيه القانونيه ومن الناحيه المجتمعيه. احنا عندنا النهارده كنا بدانا ب 19 جمعيه ومؤسسه في مصر، النهارده اصبح عندنا 43 جمعيه ومؤسسه. يعني في مصر النهارده في 43 جمعيه مهتمه بالمناخ ذات بعد بيئي، يعني من ضمن بيئيه يعني بس اهتمامها بالتغيرات المناخيه او بالمناخ. نعم نعم. يعني جرت العاده انه الاتحادات النوعيه بيكون اتحاد نوعي لكل نشاط. تمام. يعني ده الاتحاد النوعي الوحيد في مصر اللي هو بيتحدث عن نشاط التغيرات المناخيه. الهدف منه انه انا عايز اصنع ايه؟ النهارده عندنا سفراء مناخ بيتخرجوا بيدرسوا ببساطه ما هو التكيف، ما هو التخفيف، ايه هي البصمه الكربونيه، بعض التعريفات المتعلقه بالمناخ. وكنا اضفنا الى هذا بالتعاون طبعا مع جامعه عين شمس الشريك الاكاديمي معانا في تحقيق هذا البرنامج، انه يدرس للناس يعني ايه بعد بيئي في الشركات الناشئه، ويعني ايه رياده اعمال خضراء، على اساس انه ممكن شاب النهارده يتخرج من جامعه ويتوجه ان هو يبدا يعمل شركه ناشئه، وبالتالي يصل من انه رائد اعمال لرجل اعمال. يعني ده توجه عالمي، بس هي ثقافه محتاجه انها تكون متواجده عندنا شويه. النهارده علشان انا ادعمه اعمل ايه؟ جرت العاده ان احنا نسال دايما الحكومه، طب هيبقى في تمويل او لا او لا، وبالتاكيد النهارده شايفين ان في تمويل، يعني النهارده برضه الدوله الحقيقه مسهله في مساله التمويل، ولكن انا عايز اخفف شويه، عايز يكون في تعاون. طب ايه بقى شراكة. ايه اللي بيحصل؟ هقول لحضرتك يعني ببساطه كده، المفترض انه الاتحاد ده هو المعني بنشاط تغير المناخ في مصر، يستطيع ان هو يحصل على تمويل بشكل او باخر من اول الامم المتحده، المنظمه الرسميه اللي مصر عضو اساسي فيها ومؤسس فيها، وصولا الى وزاره التضامن هنا في مصر بتستطيع ان هي تدي مشروعات مدعمه لهذا النوع من الاتحادات. فانا النهارده هيبقى عندي مثلا مشروع بحثي تخرج بيه، لان انا كل حد بيتخرج عندي بيبقى عنده بحث بيقدمه في التخرج. هذا البحث محتاج جمعيه او مؤسسه تشتغل على تحقيقه. طب انا عندي جمعيه في مصر، بالمناسبه احنا عندنا في الدوله المصريه 52,000 جمعيه ومؤسسه، عدد ضخم جدا طبعا، ومش كلهم نشط الحقيقه في المجالات المختلفه. دي النقطه. طيب انا عايز احرك هذه المياه. بس انا هرجع بقى واقول ان ال 43 جمعيه المهتمه بشؤون البيئه والتغير المناخي في الاتحاد النوعي واخدين الجمعيات النشطه، الجمعيات الفاعله وغير الفاعله. هقول لحضرتك ليه. يعني حتى من ال 43 دول في غير فاعل جدا جدا. لكن هو عنده هو مؤسسه قائمه او جمعيه قائمه، ولكن عنده نشاط رعايه البيئه او التغيرات المناخيه ومش قادر يعمل حاجه، يعني هو ما عندوش حاجه يقدر يقدمها او نشاطه بسيط متواضع. انا بعمل له ايه؟ ممكن اخد البحث اللي مخرجه احد الزملاء في سفراء المناخ بمجموعه شباب بتمويل موجود، يتعاون مع هذه الجمعيه في انه يحقق مشروع معين مثلا. انت كده بتنشطه. بنشطه، بشغله، يعني انا عايز اشغله تمام واحطه في اطار الشراكه التنمويه. فكره جميله. والكل يعمل. يبقى احنا حققنا رياده اعمال بالشباب، حققنا عمل مجتمعي بمنظمات المجتمع المدني، وظفنا التمويل ده في مكانه الحقيقي، عملنا وراعينا البعد البيئي في الاعمال اللي موجوده النهارده. هذا هو الهدف اللي احنا بنسعى لتحقيقه. بس هنا عايز يعني اعرف تأهيل الشباب من خلال المبادرة علشان يقدروا يعملوا الكلام ده. نعم. يعني لأي مدى بيكون تأهيل متخصص، وإزاي بنعرف إن مستوى الشاب ده يؤهله إن هو يحمل اللقب ده، يعني نعم. إن هو ممكن يروح كمان يشارك في جمعيات أو يعمل نشاط. هو بالظبط الحاجه اللي بتتقدم لهذا الشاب الملتحق، وبالمناسبه عندنا يعني حاصلين على دكتوراه بيلتحقوا بهذا البرنامج، يبقى عنده حصل على درجه علميه دكتوراه وبيشترك. يعني هي الفكره انه اللي انا عايز اوصله له انه يفهم الحاله المؤثره في المجتمع الدولي، مش عايز يكون شباب بلدنا في منعزل عن اللي بيحصل في العالم، لان قضيه التغيرات المناخيه قضيه حاكمه. فازاي النهارده عندنا جيل بيسعى ان هو يحقق اهدافه، مش مستوعب انه في قضيه موجوده في العالم، هذه القضيه هتؤثر عليه. يعني انت بتديله يعني زي ما نقول كده مبادئ، دوره تثقيفيه. تثقيفيه. دوره تثقيفيه في مساله التغيرات المناخيه، وازاي حلحله هذه القضيه من خلال التكيف، التخفيف، ويفهم بالظبط يعني ايه بصمه كربونيه، ويعني ايه تاثير المناخ على كويس. بس انت هنا كده انت ممكن كمان تكتشف مين اللي يعني عنده موهبه، لان برضه يعني مين يقدر ان هو يبقى فاعل في القصه دي ومبتكر كمان، ومين يعني اهو خد الدوره وخد الكلمتين زي ما بنقول وانتهينا. يعني ما هو ده انا بعتمد على ده في حته ايه؟ هي المساله كلها في الابتكار والابداع. يعني هو اذا كان مبتكر ومبدع هياخد من هذا الامر ويصنع منه حاجه عظيمه جدا. فبنكون مهتمين جدا في حفلات التخرج اننا نراقب مشروعات التخرج، كل حد بيبقى ليه حريه ان هو يقدم مشروع في نهايه الدوره، ودي طبعا حاجه اساسيه. بنشوف هو بيفكر في ايه وبيفكر ازاي، وازاي نوظف ده، وازاي ناخد المخرج ده نشتغل عليه. مين بيقيم مشروعات التخرج البيئيه دي؟ مشروعات التخرج البيئيه مين بيقيمها؟ طبعا اللجنه العلميه، لكن احنا بنقيمها من الناحيه المجتمعيه. يعني في لجنه علميه طبعا. وفي تقييم مجتمعي من اللي هي الاتحاد او طبعا. المسؤولين اللي هم طبعا طبعا التعليم نفسه، الدوره التثقيفيه ديت لحضرتك بنشير اليها بيدربها كليه البحوث والدراسات البيئيه جامعه عين شمس. تمام، دول المسؤولين عن الدوره التدريبيه لانه لازم ياخد حاجه علميه، ماده علميه تمام. من متخصص كويس على اساس ان هو يعني بياخد العلم من اهله ببساطه. صحيح. لكن انا ممكن يبقى ليا محاضره يعني جانبيه بتكلم فيها عن البعد الاجتماعي والسياسي. اديني نماذج لمشروعات الشباب دول اللي زي ما بنقول كده يعني ما يشبه مشروع التخرج. تمام، يعني عندنا مثلا انتاج الهيدروجين الاخضر، يعني في بعض الشباب فكروا ان هم يعملوا فصل او تحليل للمياه وان هو يفصل المياه بانه بعض الحاجات البسيطه، وده طبعا مشروع محتاج شويه يعني قطاع خاص يتدخل فيه لانه مشروع ضخم، لكن هي كانت مجرد افكار. زرع الاسطح من احد اهم المشروعات اللي موجوده، واتصور انه لو اتعمم هيكون شكل حضاري عظيم جدا. ممتاز. بس زرع الاسطح ده يعني الفكره مش جديده. ايه اللي بيطرح جديد من خلال يعني النظم عندك الشباب بقى نظم. قالوا ايه يعني؟ ادينا كده نبذه فكره عن الفكره بترجع الى انه يعني خلينا اقول لك الابتكار هنا في اساليب الري هذا الشكل. ازاي انه زرع الاسطح ده يستخدم بشكل فيه استدامه اكتر، هي المساله في كده طبعا. لكن هي طبعا مش جديده، ورياده الاعمال ليست شيء جديد. هو الفكره انه ازاي بموارد بسيطه وامكانيات بسيطه اقدر اعمل حاجه ممكن تكون مستدامه او تكون ناشئه. دي فكره، الفكره في كده فكره هايله. لكن انا نفسي كمان ومش عارف هل ده موجود ولا لا، ان المتميزين من الشباب اللي اتدرب دول يكون او طبعا الاتحاد النوعي ل يعني التغيرات المناخيه او المناخ يكون له دور في المؤتمر العالمي للتغيرات المناخيه طبعا. اللي هيكون ان شاء الله في مصر بالتاكيد. المجتمع المدني مشارك يعني يعني شكل المشاركه بتاعتكم هتكون ايه؟ احنا هنطرح دور المجتمع المدني وما انجزناه خلال فتره التحضير للاستضافه. هنتكلم كمان على ما بعد الاستضافه دي، لان احنا برضو قدامنا مشروعات كتيره. هنفكر في مجموعه مشروعات اكبر من رياده الاعمال، نحاول ان احنا نحصل من خلال ده على التمويل اللي المفروض هيطرح في هذا المؤتمر، وبالتالي نقدر ان احنا نوظفه. لا يخفى على حضرتك الازمه الاقتصاديه العالميه اللي بيشهدها العالم النهارده، فاحنا النهارده لازم نكون مواكبين لهذا الامر باننا نطرح اعمال داخل المجتمع تتحول من مجرد انشطه اعمال الى جزء من الاقتصاد الفعلي. يعني ده مهم جدا، ده مهم ومطلوب ومطلوب. انا بتمنى كل التوفيق لحضرتك، لأن كمان أنت كواحد من الشباب المصريين لك نشاط مهم على الساحة الأفريقية، على نشاطات البيئة، في تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، وده بيدينا برضو ثقة الحقيقة في شبابنا وقدراتهم كمان على تنوع أدائهم. فبشكر حضرتك ضيفنا الأستاذ حسام محمود، أمين عام مبادرة سفراء المناخ.